جميلة بركاش، مديرة جمعية دار سي حماد للتنمية والتربية والثقافة الموجودة بمدينة سيدي إفني، وأنا حاملة شهادة الدكتوراه في علم الإنسان الأنثروبولوجيا. مشروع حص الضبابة كيمكننا باش نجمعوا الماء اللي موجود في الضبابة. ملي كتجي الضبابة من البحر كدوز عبر الكلاود فيشر، في الشباكي ديال الكلاود فيشر، ومنها تنجمعوا الماء. الشباكي دايرين بحال الشهد ديال النحل، وهذوك الماء اللي كيدوز كيتجمع نقطة بنقطة، ومن بعد كيدوز في الصفاية وكيدوز للمطفية ديال الماء. هذا المشروع جبناه لهذه المنطقة كحل محاربة والمقاومة قلة المياه والهجرة اللي كاينة على قلة المياه والجفاف. اليوم عندنا 15 دوار، وان شاء الله غادي نبداو رقم 16 في القريب العاجل، اللي كيشربوا الماء ديال الضبابة. عندنا 1700 متر مربع ديال الشبايك، 31 يونيتي اللي كتجمع لنا واحد المعدل يومي ديال 35 طن ديال الماء. كل مترو كيجمع 22 مترو ديال الماء يوميا، المعدل ديالو اليومي. الجمعية اليوم كتشتغل باش توسع هذا البرنامج. عندنا ان شاء الله واحد 8 ديال الدواور اللي غادي نبنيو ليهم شبايك جداد من الجهه الاخرى ديال جبل بوتمزكيده، فواحد المنطقه سميتها تالوست. عفاكم، بغيت نفكركم بان بلا الماء ما كايناش حياه، لازم نحافظوا على ثروه الماء. وبهذه المناسبه كنشكر مؤسسه ايف روشيه.